Hello my friend again and welcome back to another video. In this video we are going to talk about the main theme of The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. The first theme is I consider it as a quotation. اقتباس يعني A man can be destroyed but not defeated. الرجل ممكن انه يتدمر ولكن لم يعني we cannot defeat it. The man I'm talking about the man. الآن قاعد نتحدث عن الرجل ممكن انه يتحطم ممكن انه يتعب ممكن انه يوقع ممكن انه اي شيء ولكن لا يمكن انه يهزم الانسان لا يمكن انه يهزم رغم من كل ظروفه. طيب this quotation or this line هذا النص هذا quotation sum up the main theme in this story القصة الأساسية بهاي الفكرة الأساسية بهاي القصة. Hemingway suggests that A person may lose everything in the process of living. ممكن يعيش ممكن يفقد كل شيء في حياته. But being as careful, لكن أن يكون يعني شجاع, ماهر, person, strong person, شخص قوي, ambitious, طموح. This is the most important thing in the life. We have to be strong, نجب أن نكون قوية. We have to be something different. We don't have to give up. ما يعني المطلوب ان احنا ما نستسلم. So please be like Santiago. رجاء كن مثل Santiago. Instead, Santiago brings only the bare skeleton of the marlin. يعني الرغم من انه Santiago في الحقيقة هو ما قدر يصطاد سمكة كبيرة. ما قدر يصطاد السمكة. اصطادها وكلتها الاسماك القرش. هذا مو خسارة هذا نجاح هذا النجاح بالعكس هو قدر يحقق شيء كل الصيادين عبر السنين الطويلة ما قدروا يحققونه يعني مو أهم شيء إن واحد يكسب أموال هو الشيء اللي كسبه أبهر الناس يعني غير وجهة نظره هو غير وجهة نظره الناس تعتقد بيك اليوم احتمال أنت طالب ضعيف باللغة الإنجليزية You are poor You are something You are bad in English يعني you cannot do anything you cannot achieve anything هاي الناس تعتقد عليك you can be like Santiago ممكن تكون مثل Santiago ممكن تتعب ممكن تخسر ولكن بالنهاية راح تحقق شيء ما قدروا كلهم يحققونه so you are going to be different so please be like Santiago please عندنا الثيم الآخر اللي هو the relationship between Santiago and يعني العلاقة ما بين سانتياغو والبوي طبعا هي علاقة كانت علاقة جميلة ومبنية على الاحترام ومبنية على التعاون والصداقة The old man teaches the boy many important things like how to fish إذا علم شلون يصطاد and how to live with a wisdom كيف يعيش بحكمة يعني شلون يعيش بحكمة والآخر. On the other hand, the old man also has a great need for the boy. إذا نحتاج يعني فعلًا مساعدته وبالصيد لأنه كان وحده يعني حتى يحكي له وحتى يعني يتعاونون. During his trying experience with Molly, the old man repeatedly says, "I wish I had the boy." يعني خلال حربه ويا السمكه كان يقول اتمنى لو الولد وياي طبعا يعني هاي وحده من الاشياء من الثيم الموجوده عندنا طيب ايضا عندنا الوحدانيه مع الطبيعه هذا من الثيمات اللي موجوده عندنا بالقصه واللي هي معناها انه شلون سانتياغو كان شخص يعني يحترم ويحب الطبيعه في الحقيقه سانتياغو يعني ما كان يكره البحر كان يحب البحر لذلك قضى بيه 84 3 اشهر قضى بيه كذلك حتى سمكة كان يحبها يعني من الكوتيشنات اللي يقول I love you يقول لها أنا أحبك يعني يقول لسمكة فهذا المقصود بالوحداني أو love مع الطبيعة يعني هو وحد الطبيعة بينه وبين نفسه The old man finds it difficult يعني من الصعب I don't understand these things he thinks but it's good we do have tried to kill sun the moon On the stars, it's enough to live on the sea and kill our true brothers. Santiago also speaks and laughs to the flying fish, كان يحب الأسماك and the dolphins,
and noble Marlin, the sea is also part of nature, perhaps the major presence in the book. طبعا حتى يعني بعض الأشخاص هو البطل، البطل هو عندنا سانتياغو، ضد البطل هي السمكة، ولكن ممكن نقول البحر، لأن البحر هو اللي بيه السمكة وبيه القرش، ماك القرش، فالبحر هو كان عدو إليه، يعني عفوا مو عدو، خصم، يعني هو كان خصم، فهذه من الأشياء اللي كانت سانتياغو مرتبط بها بالطبيعة. سانتياغو كان يحب الطبيعة جدا، يعني أغلب يعني الأشياء اللي نلقاها بالقصة هي تتحدث عن الطبيعة وتفاصيلها.